اللي يسوق واحد ثاني، وكان يقول له لا انتبه انتبه انتبه. صار حادث، جات ضربه في ظهره، قطع كوره ضربه قويه. صلبه مرحله مو هو بانه يسلم على ذاك بس انه عاتب عليه، زعلان عليه. انا قلت لك لا تفحط، هذه من الاشياء اللي تعترض على اقدار الله. شيء صار؟ ايه صار. شيء صار؟ يا اخي متوقع انه تفحط عنده. اي حاجه تنميها في داخلك تكبر. كنت اسمع بودكاست وكلام ناس ايجابيين، قول انا استطيع، كنت اقول هذا كلام حديث ملفقه. قريت يوم كنت هنا في برنا، انا جيت للقريه وانا كنت اقول ايوه انا واعي الى حد ما. شفت اني ولا شيء، لان الدورات الاكاديميه العسكريه غصب تدرك في البدايه ولا بعد ما تطلع. قاعد اقرا كتاب المستطرف، كل فن المستطرف اللي قد قريته كثير. وايش تعلمت منه؟ علمني بطالب اساله، قال كيف تقدر يعني كيف تواجه الخصوم؟ قال كنت اقدر اني انا اقتله في المعركه. إيه. علمني بطالب رضي الله عنه، وعلي بن طالب يمكن افجع واحد على وجه الارض في وقتها. صح. قال كنت اقدر اني اقتله فيقدر هو انني قاتله، فاصير انا ونفسي عونا عليه. اي فايقنت انه فعلا انت قلت انا اقدر، انا اقدر. اي هذه في حاجه هنا قلت انا اقدر وسويتها، وانا كنت بعيد عنها. سبحان هنا الله. هنا في البرنامج قلت انا اقدر وصرت. شفت ترى تحفيز النفس طلع فعلا من علمت علم بطالب. والله تدري ترى تحفيز النفس تراه شيء يخليك توصل شيء ممكن يكون طلع مو بكلام ايجابي كذا. لا 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 ما هو شيء، ما هو كلام بس ينقال. تحفيز النفس، ثقتك بالله سبحانه وتعالى، وثم بنفسك. الانسان لازم يكون عنده ثقه بنفسه. الرجال اللي عادي انت تقول انا ما اقدر، فانت والله ما راح تقدر. الله عرفت. في شغله بعد يسوونها، هذا واحد غني من اغنياء دوله افريقيه، غني من اغنياء عندهم، كان افقر على بساط الفقر، عرفت؟ فجأة صار من أغنياء العالم. الرجال هذا كان يتكلم عن واحد بكتابه، طبعا كتاب عن تطوير الذات، كان يتكلم يقول من الأشياء الغريبة اللي كان يسويها الرجال هذا قبل لا ينام، كان لجاء قبل لا ينام يسترخي استرخاء تام. اللي هو من؟ اللي هو هذا الملياردير. إيه قبل الغناء. إيه قبل يوم كان فقير، وكان يسترخي قبل النوم. تمام، يسترخي استرخاء تام، وبعدين يبدأ يتخيل نفسه بالمستقبل كيف هو يبغى يصير، عرفت؟ يبدأ يحس بشعور أنه لو يحس كأنه تخيل ماذا لك لو أي لا مثلا شو يقول لك ما هو ماذا لو لا هو يقن يقان تام أنه شو أنه الحين أنه بحسابه مثلا 15 مليون يقان تام، شعور أنك الحين عندك 15 مليون مثلا بحسابك. تمام، هو كان يشعر بنفسه ويشعر أنه هو يستحق ذلك، عرفت؟ أنه هو يستحق أنه يكون مع المبلغ الفلاني مثلا. تمام، كان كل قبل ما ينام يفكر بالأشياء هذه. ما هو تفكير الحالم في بعضها، وشو خيالات خيالات همة النفس. اي وفي بعضها الحين واحد يتخيل انه بسيارة كذا فارهة، لا مو هذا التخيل المطلوب. لا هو ما هو تتخيل اشياء تقول الله لو كان معي، ما هو لو كان معي. لا تقول حط نفسك ماذا لو، لان احب هذه. اي حط نفسك كأنك فعلا فعلا معك مثلا 15 مليون هذه، عرفت؟ فهو باللحظة هذه ايش سوى؟ قدر نفسه، حلو، وحط نفسه بمكان هو يشوف انه يستحقه، حلو، وقتها فعليا راح يقدر يوصل للشيء اللي يبيه. لكن سالفة انك تتخيل خيارات وكذا وانت ما انت جالس تعتقد جوا بينك وبين نفسك انك تقدر عليها ولا تقدر تسويها، مستحيل توصلها. شوف لأحمد السويري أمانة كنت أحضر تفانين، أنا ترى كنت من النوع اللي ما أحب هم ما أؤمن في الكلام الإيجابي أنك أنا أستطيع والدورات وتطوير الذات مو بأؤمن فيها، لا يعني أقدر أستغنى عنها. كنت أجلس معه أحيانا تعرف بعد المغرب عشان أحضر الفقرة معه، وأحاول قد ما أقدر نتفاعل معه أو شيء عشان أتقدر إذا ما جاك أحد ما تفاعلت معه ماشي. أيا كنت، لو كنت أنت ضيف مفروض عليه، لو كنت مدير معه لازم تفاعل معه. مع الوقت بديت أسمع، اكتشفت ان اعطانا جدول الجوهري مع التعريب صار جوهري، مهم غير مهم. هذا كان اخوي يقول لنا، اخوي كان يقول لنا احنا صار عندي حاجه بهاي اللي هي مهمه، طيب هذه اهم، وش المهم منها اقدمها هذا خل يعطيني اياه، بس هذا بجدول.
امس يوم قلت لك اكتشفت ان اخوي يسويها ايش كان حقته حقت يا اخي اللي قالها لا امس ايش قالها احمد السويري امس يقول لك انا اكتشفت ان اخوي عندها ايه اللي هي مهم وعاجل وغير مهم عاجل غيرها ثانيه بعد وش المهم ان هذه الدورات كان اعطيني احمد السويري مع الوقت اكتشفت انها بعضها اضاف لي وبعضها اكتشفت اني عندي بس ما كان يعني زي كذا كان يقولها لي اخوي كان مو بشرط عندي كان يقولها لي اخوانا صغير طلع هو نفس هذا بس هذا مرسوم وهذا كان يقوله بكلام العامه ايه بديت اكسب من احمد السويري من ضمن الاشياء قال لا تتواضع قال لا تتواضع لا تتواضع مو بلازم تصير مغرور لا انت مثلا صاحب منصب اعطي المنصب حقه فهمت؟ ايه انت اعلامي اعطي اعلاميتك حقه انا كنت لا كنت لا اتواضع اخذت مثلا الدرع الذهبي هذا احتمل شوي خلاص انسى لا في ناس تتعب ورا صح ناس تبغى لازم تعطي الشيء حقه طلعت برا طلع هو كان يقول اتواضع كنت اقول له كلام فاضي لازم حق دورات يعني كنت اقول هذا وجهه نظرك قلت ناقشته معه يوم طلعت قبل شوي امس الحمد لله قبل شوي على البث ما مديني بعمري لقيت كانوا يقولون لا تكون الفرحه باهته صح عطى حقها صح طبعا امس كان عندي كنت دايخ شوي بس ما ابغى اقول من انا دايخ فكتبت هذه لا تواضع يعني هذه تراه كسبها امس امس هذا طيب كيف ما تتعارض مع من تواضع الا رفع بعلمك قالها لي كنت انا كنت زي كذا قالها لي واحد من عيال قال ما هو انت هذا عندك الكثير واحد بدون ذكر اسمه واحد من الشباب اي ما هو انت كذا ما هو قال لي زي مايك احذف المايك انسى يا اخي والله ما هو انت كذا اعطاني كلام اللي هو لا تعطي مثلا الايثار بعطيها أيه. بمصطلح كنت لا تقدم فلان لا فربطت محمد السويري بقول لا تواضع أيه. على صدق تواضع الكبر اللي هو غب ما تشوف الناس شيء صح باختصار بالعاميه لكن التواضع ما هو هو ما هو ما هو لا تتواضع هو لا تتواضع لا تعطي نفسك اقل اسمع اقل من قيمتها لا تعطي أيوة نفسك بمعنى أقل من قيمتها. بمعنى احمد السويري او اللي يطلق عليه احمد السويري مو بلا تواضع بشكل عام لا قصده انت اعلامي عط نفسك حقك اكشخ نعم انا اعلامي قدم وقت قدم لا تقول لا فلان ترى صار لي موقف ذكرته الحين وانا ورع انا عم ولد اخوي كبير كان يحط مرك عندي يعطيني 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 كنت اقول لا 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 فقال لاخوي اوكي لا لزم عليك خلاص انت عم ترى عادي تسلم هاي تجلس صدر مجلس انت عم منها طبيعي انا بيعطيك فربطت انا الحين ببعض لا تتواضع مع انك تعط نفسك حقك والله شفت ترى تطوير الذات يوم الواحد انا اكتشفت انها مهمه جدا والله مهمه واشياء تضيف لك انا في كتاب قريته اوقف الاعذار حلو اوقف الاعذار قرات فيه اشياء كثيره من ضمن الاشياء اللي انا اللي داخل اللي داخل من الاشياء اللي عجبتني بالكتاب وش يقول خلك واعي باللحظه عرفت فطن من الاشياء اللي تراها تضيف لك اضافه تامه انك تكون واعي باللحظه كيف واعي باللحظه الحين احنا انت تدق سلف من هنا تروح للرياض هذا لو انشدك اقول لك وش شفت بالطريق تقول والله ما ادري عرفت انت يوم جالسه الحين مع اخوياك حلو نص سوالفهم معهم ونص السوالف انت معهم شغلك يروح ويجي عرفت زي الاخ بالله مثلا حلو لا والله كلنا اغلب الناس ليش طبيعي يعني الانسان التركيز عنده معدله يوم تكون واعي بكل شيء حولك تكون واعي في المكان تكون واعي في الناس الموجودين عندك ترى الشيء ذا يرفع قيمتك شلون اقول لك ايش يرفع معدل تركيزك اول شيء وثاني شغله تراك تكون ترفع عندك الفطنه وترفع عندك بعد شخصيه تصير عندك ثقه في النفس ليش لان كل شيء حولك انت رجال منتبه له من الاشياء اللي من القصص اللي عجبتني حول الموضوع ذا يقول لك هذا ملك من الملوك قال انا عندي ثلاث اسئله وابغاكم تجمع الحكماء قال ابغاكم تجاوبوني عليها قال السؤال الاول هو وش اهم وقت اهم وقت وش هو قالوا منهم اهم ناس وش هو العمل الافضل اللي لازم تسويه دايم عرفت السلام يا ابو عرفت المهم
أسلم أبو يوسف. المهم يا طال عمره السلامة، قال عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول اللي هو وشو أهم وقت، وثاني شغلة منهم أهم أشخاص، وثالث شغلة وشو أهم فعل تقوم به. الله أنت سألني الحين. لا إيه أبغى أسألك الحين وش أهم وقت؟ ترى يعني أنا أعرف أهم وقت يعني عند كل إنسان. لكل شخص. لكل إنسان. كل إنسان شيء نعم وش أهم وقت؟ حلو وأنت معد. أهم وقت وقتك الآن اللي تعيشه. يا سلام. اللحظة. ترى يا أبو يوسف أنا قرق يعني أعرف هذه. إيه. فممكن أكون أخذت. لا عادي يا رجال. المهم يا طعم رسام. كيفية السؤال. وش أهم وقت؟ أهم وقت إني أكون متواجد فيه أو أهم وقت إني أكون فاضي. وش بشكل أهم عام. وقت بشكل عام يعني هل هو طبعا انا اعلمك على ردود العلماء وش قالوا له. واحد قال له اول ما تصحى من النوم، واحد قال له اهم وقت هو بكره اهم وقت لان شيء جاي وتفكر مستقبل، وواحد قال اهم وقت قبل النوم. المهم كل واحد قام يعطيه وقت من عنده. قال منهم اهم اشخاص اللي قال يا طعم رسامه هالاشخاص اهم شيء اهلك. هل سؤالك هذا ينتظم معي فلسفه؟ ها سؤالك هذا معي فلسفه يعني شلون؟ يعني من ضمن السؤال في الفلسفة؟ ما هي فلسفة. هو سؤال عام يعني. لا ما هي فلسفة. هو معليش تعرف الأسئلة. تجيك القصة بس تجيك القصة. تعرف. ما جالس تناقش فيها، هو قصة يعني صارت. فالمهم يا طعم رسامة قال له وش طب من أهم أشخاص يسأل الحكماء؟ قالوا له كل واحد قام يقول أهلك، واحد قام يقول يعني اللي قال أمك واللي قال، المهم كل واحد قال أشخاص. قالوا وش أهم شيء تسويه؟ اللي قال أهم شيء الكرم، واللي قال أهم شيء الخير، واللي قال اهم شيء الصمت، واللي قال اهم شيء الكلام الزين. كل واحد قام يطمن عليه. ما عجبت هذه الاجابات حقتهم، قال اجاباتكم ما عجبتني. وهو يطمر رسامة يرسل واحد قال دور لي رجال حكيم. قال فيه واحد حكيم بس انه ما يستقبل الاثرياء ولا يستقبل الملوك، ما يستقبل غير الفقراء. طبق الكادح. قال طيب كيف نجيه؟ قال ما معك غير انك تلبس لبس رث كذا وتسوي نفسك من ضمن الفقراء وتسوي نفسك كذا تروح له وتدخل له. حلو. والله هو يلبسك ذاك اللبس وهو يجيك داخل عند هذا لما جاء قدامه صف طابور الى اما دخل عند الحكيم، ولا الحكيم جالس يحارث شايب كبير كذا يدوبه يمشي ويحارث بالارض ويزرع شتلات بالارض. فيوم شافه ارحمه يا ولد شايب يدوب يسوي هذا وجالس يحارث وكذا، فقرر الملك انه يساعده. فجاء يشيل معه ويحط معه ويزرع معه. هالهم طولوا واخذ لهم ساعات. والحكيم ما يدري انه ما يدري انه الملك ولا يدري انه هذا، بس قال ابغى اساعده وبدي انا انشده على الاسئله. ما ادري هو ساله لا ظاهر ساله اول شيء وشافه ما رد عليه قال خليني اساعده. المجلس له يمكن ساعتين او ثلاث ساعات. شوي اللي جايهم واحد يركض من مزرعتهم زي كذا الحقل اللي كانوا هم يحفرون به، ولا واحد يركض جايهم من هناك ودمه. عرفت؟ والله هم يركضون عليه هو الحكيم ويمسكون الرجال ويدخلونه جوا ويطببونه ويحطوا يمسحون على هدم وهذا. المهم الرجال هذا اللي غير دمانه طالع في الملك قال له تكفى يا ملك ابغاك تسامحني. طالع فيها الحكيم هذا الملك شويه طبعا قال سامحك على وش؟ قال انا جاني انا يقول انت جنودك سرقوا حلال اخوي وسرقوا اموالنا واخذوا اراضينا وذبحه اخوي، وانا جيت ابغى اذبحك. ويوم جيت هنا ودخلت مع عرفت جاني خبر انك بتكون لحالك بدون حرس، قالوا فكرت اني انتظرك لما تطلع وبدينا اذبحك. وانتظرت يوم طولت انت انا جيت ابغى اشوف، وعرفوني جنودك ورموني بسهم وصوبوه الصويب هذا صوبوه الجرح اللي به. قالوا انحشت يمك، قالوا وانت اللي استقبلتني وانت اللي طببتني وانت اللي دخلتني جوا. أنا طالع فيها الملك قال يا رجل مسامحك وخذ هذه فلوسك وفلوس أخوك وينادي الأطباء حقينه قال طببوا الرجال وعالجوه والحكيم أيوة علمك. المهم راح الرجال عندهم وهو طالع الملك نادى الحكيم قال له أسئلتي طيب ما أتدري. قال أسئلتك كلها أنت لقيت لها جواب عندي هنا. قال كيف؟ قال أهم وقت هو الآن اللحظة الحالية هذا أهم وقت، لأن بعد ساعة ولا قبل ساعة ما هي بيتك، أو اللي أمس وبكرة ما هي بيتك، ما تدري إيش بيصير. وش الوقت اللي بيتك؟ اللحظة الآنية اللي هالحين. حلو. قال وأهم أشخاص
هم الأشخاص اللي حاضرين معك معها بنفس اللحظة. القصة. حلو. لأن الباقيين غايبين عنك ما هم عندك. فمن أهم أشخاص عندك أشخاص الحاضرين. أنت دخلت علي هنا وشفتني جالس أزرع، فأنت أول شيء سويت أنك اهتميت بالأشخاص الموجودين عندك بلحظتها. قال والشغلة الثالثة والشيء أهم فعل ويتصرف الإنسان هو اللطف، مساعدة الناس، أنه واحد يساعد الناس وين ما كانوا بالكلام الزين بالفعل الطيب. هذه أهم الأشياء. وإن اللي يقولوا أنت جيتني هنا والشيء اللي أنجاك من موتك هي الثلاثة الأجوبة اللي أنك اهتميت باللحظة الآنية وما فكرت بالوقت الثاني، واهتميت بالأشخاص الموجودين اللي من ضمنهم أنا وساعدتني وردك مساعدتك لي عن الشر اللي كان الرجال ينتظرك برا، وشوف كيف تحول الموضوع من شر الخير. لا إله. أيوة. فهذه من الأشياء اللي قالتها بكتاب ألف قصة. لا إيه بس أقولك كتاب شو اسمه أوقف الأذى موجودة بعد. هو بكتاب أوقف الأذى قصة صدق، يعني الواحد أهم لحظة تكون واعي فيها لحظتك الحين. إحنا وش مشكلتنا هاجسنا وين؟ أنا ما فهمت سؤالك زين، أحسبك تقول وش الأوقات اللي لازم تكون مركز عليها، عرفت؟ أيه. هذا مقصدي أنا. تدري وين الأوقات اللي مركز عليها؟ يعني أوقات الصلوات لازم تكون حريص، يعني لا ما لا ما حاولك ما تنشغل أوقات الصلوات، صلي الصلاة في وقتها. شوف إيه لا أنا هو شو تدري الفكرة؟ هي فكرة من الموضوع كامل، الفكرة أنك الشخص حنا دائم بتفكيرنا وين يكون؟ تفكيرنا ما هو باللحظة الحالية. مستقبل. نادر تلقى الرجال يا مستقبل يا ماضي معه. باللحظة الحالية. يا أن تلقاه يفكر وش يسوي بعد شوي، يا تلقاه يفكر باللي سواه قبل شوي، أو وش اللي بيسويه بكرة، أو وش اللي سواه أمس. عرف؟ ما في شخص جالس يفكر باللحظة الحالية، أنا وش أسوي؟ أنا وش أقول النادر اللي قدامي؟ أنا وهو وش جالس يقول؟ أنا كيف أساعده مثلاً هو يسوي؟ وتلاحظ إني مثلاً قلت لك كلمة ولا قلتها لك رجعت أفكر فيها، هي زينة ولا هي زينة؟ إيه. عرفت؟ رجعت ورا أنت. إيه هي مهم زينة كده. ما هي زينة. شوف الزين وش هو؟ أضرب لك مثال، أنا قبل فترة إيه أتوقع 4 شهور إيه أو 5 شهور من شيء، يعني هل أمس كمثال قريب أمس أنت تذكر من 6 المغرب إلى 6 الصبح سويت؟ لا. طيب بكرة تعرف إيش بتسوي؟ لا. عشان كذا أفكر في نفس الوقت. إيه والله صدق. بكرة ما تدري أنت من الأحياء ولا من الأموات، الله يطول في عمرنا جميعا. صدق ما تدري ما تدري بكرة بتموت ولا بتحيا. أمس أنا يا نادر والله العظيم وقسما بالله إني ما أذكر إيش سويت قبل ساعة، خل أمس قبل ساعة ما أذكر، يعني في أشياء أخذت برونزي أبعلمك. لا يعني الواحد كامل ما تذكره، في أشياء أنا أذكرها يا نادر بالتفصيل وكانت تصير قدامي قبل 15 وقبل 14 سنة، بس أشياء الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل ما أذكرها. في أشياء تدق في قلبك يا ولد تذكرها. بضرب لك مثال، معجب جاء الحين وجلس، حلو يا أخي، في بالي معجب قد جاء مرة وجلس قد سواها قبل. هذه جو عليها نظرية، هذه تمر عليكم. إيه تمر نظرية. مثلا أرحب يا أبو سعود كيف الحال وجلست كذا، عرفت يا أخي، يجي في عقلي على طول يشبك شيء أنك أنت قد سويت الحركة ذي قبل، أو في أحد قد سواها، أو عرفت نفس كل شيء بالتفصيل. يعني قد صارت قدامي الخيال ذا، أو هذه تجيني أكثر وقت. شوف سبحان الله، أنا ومعجب نسولف عن وش، عن الأشياء اللي تطور الذات، الأشياء اللي تخليك إنسان أفضل من على قولتهم من أول. عرفت يعني كيف تطور نفسك، كيف تحس بقيمة الحياة وقيمة نفسك قبل كل شيء. الواحد ما يقدر يتقدم إذا ما كان يقدر نفسه، إذا ما كنت تقدر نفسك وتعرف قيمة نفسك. ما أقول لك في بعضهم يوصلون لمرحلة إيش، الإفراط بتقدير الذاتي، يحس نفسه إنه هو محور الكون وكل شيء إنهم يفكرون فيه والناس. هذا تدري وش يوصل المرحلة؟ يوصل المرحلة إن لو فلان قال له هذا يبغى يطيحني، هذا يبغى ينجم أظهري، في بعض الناس زي كذا يقول فلان يبغى ينجم أظهري، فلان هذا يبغى يسقطني. يا رجال والله اللي الله كاتب لك انك غير تاخذه. نشهد. يقومون يقعدون الناس. والله اللي كاتب لك انك غير تاخذه. اما يطعم الرسام انك تعطي نفسك اكبر من حجمك وتحسس ان الناس مشغوله والله. شايف الناس. والله ما حد فاضي لك.
انا في ناس كذا يحسب انه ايه فلان طول تفكيره هو يفكر عني. الله اكبر يا رجل. في حاجه صعبه قول له شيء طول العمر انك تواجه فعلك بعد صح والله اغصب عمرك هذب عمرك لا احد يهذبك ابد الا القران. قال الله قال الرسول. امس سالنا واحد عن الزواج 10 آراء لو عاد لي سؤال بقول له ارجع سنة الرسول. أنا أي موضوع يشكل علي ما أدري وين إيش صار كل شيء صار على وقت الرسول هو درس لنا في موقف في شيء. فتهذيب النفس بالقرآن يهذبك كل حاجة لكن أنت عن نفسك على نفسك واجهة صعبة كلمة واجهة أغلاطك خلاص أي أبعلمك حاجة صعبة صعبة عند الناس صعبة أنك نادر نادر أنت هربت اليوم أنت هربت مثلا يعني أقول أنت هربت ما تقول ترى قليل اللي يقول ايوه انا هربت يجحد خوفا من العقوبه خوفا من الخصم خوفا صار لي موقف انا بعد انت سويت كذا اقدر والله لو اجحد وما في ادله ولا شيء بس لاني انا كنت وقتها حاسس اني غلط قلت ايوه غلط اي رجال ما يواجه غلطه والله لاني اتطور ولا برجال واحد الاشياء اللي انا بصير حريص باذن الله تعالى ان الله رزقنا بابناء وياكم انه يتعلمهم هذه الاشياء قرارك تحمله فعلك تحمله عشان تحس بالغلط تحس بقيمة الصح اللي ما يعرف قيمة الغلط ما يعرف قيمة الصح بس ترى ثقيل على بني آدم بس سمعت شوف مواجهتها قدام الناس شيء تقدري ولا ومواجهتها بينك وبين نفسك شيء ثاني. في بعض الناس وش يسوي هو يسوي الخطأ وبينه وبين نفسه يكابر يقول لا ما هو خطأ أنا سويتها ويبدأ يحط مبررات أي حاجة قدام الناس ترفضها النفس ترى لو سألكم كل أبوكم موجودين لو جيت أنا قلت عبد الرحمن وقلت العيال اللي يسولف معهم أنا من النوع اللي لا تنصحني قدام الناس لا يمكن يتقبل منك أيا كنت لا يمكن يتقبل منك قدام الناس فهمت وقس عليها لو يجيك مثلا أقول لك قدام الناس أنت أخطيت أخي ترى من نفس البشرية طبيعة تكابر في بعضهم يقول أيوة أنا أخطيت ويكون هذه تقديرية في بعض الأخطاء بقول لك لا بقول لك أيوة أنا أخطيت لكن بشكل عام لا يمكن تحكم عليه حكم مطلق انه لازم تعترف قدام الناس ولازم تجحد قدام الناس اهم حاجه بينك وبين نفسك بينك وبين نفسك في اي حاجه حتى لو شيخ لو جانا عبد الرحمن ذبحت له ذبيحه ويذبيحه ما حد عنها لازم بين نفسي ارضى اقول والله كرمته انا بالنسبه لي لازم هنا ارضى ترى تقفل النفس ترى هي اغلى ما يملك الواحد اذا منك قويت ثقتك في نفسك ترى قوه شخصيتك قوه قراراتك عزومك رايك اغلى ما يملك الواحد صراحه لو انك واثق بنفسك تحت مايكك بس انا قبل شوي تقول الثقه في النفس تراها تزود تقوي من شخصيتك تقوي من رايك تقوي من تصرفاتك تقوي كل شيء كل شيء فيك اقوى عزمك يعني انت اذا رجعت كنت واثق من نفسك تعترف باخطائك يعني انا اخطيت في شيء انا ما سويته غير انا واثق من نفسي ولا بتحمله ابي ارجع لي انا وبتحمل ترى لو ما تحملت بكره بتكرر لا ارادي لو انك تلقاك تساهل فيها اقل شيء اي والله اقصد طيب يا رجال الحين فيها انا اللي هو نقطتي انا ما يهمني قدام الناس تجحد تنكر او تقول او تقر في الموضوع ما هو موضوعي انا موضوعي الشخص اللي يجحد الموضوع بينه وبين نفسه بيض الله وجهك اللي يكذب على نفسه الانسان اللي يكذب على نفسه بينه وبين نفسه يسوي الخطا وهو بينه وبين نفسه في شعور كذا يقول انت خطا لا بس هو ايش يدور مبررات يبدا يبررها مثلا يا طعم الرسام واحد مثلا على سبيل المثال يدخن تمام حلو يحط له تبرير يقول والله انا ادخن والله اخويا الظروف لا 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 يقول لا يقول والله من الضيق هذا ضايق دخن يا خلاص انت اوكي انت مثلا خطيت الخطا هذا اعترف اول شيء انه خطا حلو سواته هذه على قولتهم بينك وبين الله سبحانه وتعالى لكن هو اعترافك ان الشيء ذا غلط هذه بدايه الصح عرفت اعترافك ان الشيء انه غلط هو بدايه الصح في يا اخي في ايه في القران ويظنون انهم يحسنون الصنع هذه الضياع الايات اللي دايم كذا كل ما اقراها صورتك كاف كذا صدق يعني تخيل ان شخص انه يسوي شيء غلط يحسبون حياته ويحسب انه ماشي صح
هذه هي المرة. الضياع يلا اللي في وجهك. الضياع الله أكبر. قل له إله إلا الله. أبيك استشهد بورقات غلطك. استشهد أعلمك عشان تعرف إن استشهاداتي بمكان. يوم يقول الجهالة في ابن آدم تولي هالدبور لو طريق غادي نحسب إنه متجه. أي والله. يحسب إنه مثل شور مع له شوار شور ما أدرى إنه مزاج ولا نسبة. ما شاء. هذا واحد من العيال الله يذكره بالخير. يومك تقول اعترف بخطأك. أنا يعني أدرت ترى من النوع اللي لما إني أخطيت وتأكدت مني من نفسي إني أنا مخطي لو اللي حولي كلهم يقول أنت صح وأنا متأكد من نفسي إني مخطي بقول لا مخطي لأنه ما يهمني شعورهم كثر ما يهمني شعوري أنا إنه لا أنبك ضميرك أو استحسيت سلام أو حسيت في نفسك إنك أنت مخطي عادي. هذا واحد من العيال الله يذكره بالخير أدق جاء فترة أدق عليه أدق عليه لي ثلاثة أيام أدق عليه أدق عليه ما يرد. أنا وياه دايما نسوى المهم ولا يعني ما أدري عنه. أنا كنت خارج الرياض أي. كنت راح القصيم عندي شغل ويوم جيت ما آخر ما توصلت معه قبل أروح يوم جيت أول ما دقيت عليه هو بعد ما سلمت على أهلي أدق عليه أدق عليه مرتين من ثلاث مرات ما رد. رجل شوي غريب هو من النوع اللي لا شاف مكالمتي المكالمة ما تقول طيط الثانية اللي قد رد أي. ثلاث مكالمة رد وأنا أركب موتري وأروح له في البيت والله العظيم ما بعد نزلت ملابسي من موتري أي. المهم أنا أروح إلى بيته ودق الباب ودق الباب ما أحد ينفتح. يوم نزلت قلت بركب موتري الباب ما ينفتح بدي الشغالة طالع قلت فلان موجود قالت هي موجود بتنادي. المهم يظهر علي الرجال قال إن كذا ومحاجر عيون هذي سود رجال مسخن قلت أنت شفيك قال لي يومين ما رقت قلت له بغيرك وش العلم شفيك قال لك بطقرة وعلك وادخل عليه المجلس يا ولد وش العلم قال يا ولد أنا أخذت لي خطأ وأبوي وأمي مدري ويش وحاشريني وضاربيني قلت له علمش قال بعلمك قال أنا خذيت مدري رجال عاقل عاقل يا رجال عاقل والله العظيم إني أخطي لي كذا أخطاء بسيطة إنه ينبهني أنا عاقل قال أخذيت مدري وكنت رايح المدري وين في شارع سيدين طويل الديرة مدري هجرة وقمت اتسابق انا رجال ورحت بسبق ويصورني كاميرا وتجيني مخالفه يقول وارجع يقول وحصل ابوي ما ادري حصل موقف ثاني غير الكاميرا موقف يعني في خطر العمر وارجع وحصل ابوي ويوم جاء عقب اربع ايام من ثلاث ايام وتجي المخالفه قويه يقول يمسكني ابوي يضربني يقول يضربني ويكفخني وامي نفس الكلام قلت طيب الامر بسيط احد شيبان انا اضرب وانا ترى ابو ياسر والله ما يطلعنا رجل من رجل الا شيبان قال ما همني ذي انا همني خطاي في نفسي ذي الحين انا اخطيت انا لازم اعاقب نفسي غير عقاب ابوي يعاقب نفسي عشان اخطا والله هذا والله كيف انا بعاقب نفسي ضرب ابوي ذا ترى ما يعني عادي بس انا بعاقب نفسي علشان اتعظم الخطا كيف تعاقب نفسك؟ قال أنا حرمت نفسي من الجوال وحرمت نفسي من السيارة. قلت أبوك ما أخذها منك قال له هذه شوف. بس أنا حالي نفسي نجلس أربع أيام في البيت بدون جوال بدون سيارة. هذه منتشرة ترى شباب الفترة الأخيرة. يعني يعاقب نفسك. إنه إذا سويت شيء جبت درجة حلوة أكافئ نفسي أطلع السينما. هو مكافأة حلوة بس عقاب. والله ما أعلم. كلام ذا ترى قبل سنتين. لا الفترة الأخيرة سمع. ترى صحيحة. والله العظيم ما تدري شو اللي عاقبني إذا سويت شيء سويت لي بلا. ثاني بالضمير. ثاني بالضمير ما يقصر. يا رجال لو سدد مخالفة. أعلمكم يا ربع صل علي. والله تجي عقابكم. جاكنا مخالفات نقول له بس يحكون ويكفخون. بس المرحلة هذه يعني وش هي اللي في الناس أنا ملاحظ قربت سولت كيف تعاقب نفسك أنا عاقبت نفسي أنا مدة ثلاثة أيام ما أدري قال لي أسبوع ثلاثة أيام ما رقد يعني بعلم قلت طيب أنت شتبي تصل لهذا الحين بالضبط أنا شو عقلي رجال رجال أعرف عاقب قال خلاص أنا والله معاقب نفسي أربع أيام خمس أيام لمدة أسبوع كامل ما راح أطلع تمت معاقب نفسك ذا الحين قلت قلت عزتي والله الكامل أنت عز الله إنك شقم بعمرك وطلع منه يا رجال يوم جاء اليوم الثاني لأبوه ذا قناني يا فنان قال تعرف كنا من ذا العومة قلت شو مسوي قال تعرف كنا من وانا اجي البيت جيت قال والله ما اطلع قلت ولد والله العظيم ان البلا بين ضلوعك قم والله انا وسوس بي اني مركبه معي وموديه لدكتور نفسي وندخل على الدكتور انا وسوست ابوه يزهمني ابوه قال انا ندخل دكتور نفسي ودخلنا الحمد لله اول ما دخلنا على الدكتور الله يذكره بالخير ابراهيم الغانم او ابراهيم الغنيم وندخل يوم دخلنا ابوه ذل ابوه يحسبني جاته خله
عذره موسوس بقوة. هذا جلد الذات. ايه. هذا قام يجلد ذاته جلد. المهم اسمع. والله جلد ذاته تجي. ندخل تلطيم. وندخل على الدكتور النفسي يوم دخلنا. مسخن هو مو بنا. وشان الدكتور قال شلون الجدار اللي وراك؟ وانا اتفت عليه قلت ابيض. كانت مضبوط. قلت مضبوط ولا مو بنت؟ كيف تبيني اقول لك؟ قال لا من الاشياء العظيمه في نفسك انك لا دخلت المكان تلفت نظره على كل اللي وراك. صح. قلت كيف؟ قال هذا من افضل انواع يعني احب كلمه قد قالها. هذا من الوعي اصلا. من الوعي. من الوعي انك اذا دخلت محل او اذا دخلت شيء خليك فطين في كل شيء. صح. لا تلتفت ورا تشوف لون الجدار. خليك واثق في نفسك وقول لونه كذا. يعني مكان مثلا رسمي ايش بيكون لونه؟ ابيض. فهذه ابي اذكرها انا الكلمه اللي قالها هو يعني لا نفس الفراسه او نفس البديهه فطانه البديهه او فطانه من نفس النوع ذا. خوي انا طلع ما فيه الا العافيه. بكافئ نفسي. المشكله بس الرجال يجلد نفسه. الرجال لا زود وسوسه زود يعني تقدر تقول كلام ابوها الثرى فيه بس لا توصل للمرحله. اخوي عيش الدنيا اضربها عرض وطول واستانس وانبسط ولا توسوس. والله شوف يا طمر سام متى ما غلطت غلط متى ما غلطت غلط وحسيت ان غلطك انه يستاهل عقوبه؟ لا ما هو يستاهل عقوبه بتعاقبك الدنيا بتعاقبك. ليش؟ والله العظيم. لكن هو السالفه انت لازم بينك وبين نفسك تقول لنفسك تقول اي والله انك غلطان بشير فلاني تعترف خلاص ما عاد تعيده. بس خلاص انت اذا اعترفت فيه ما عاد تعيده خلاص. انت تحس الموضوع تدري في علم النفس والموضوع ايش تبغى تقول؟ يلا بهنئ نفسي وبارك فيك قبل امشي. انا 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 الاعلى نقاطنا. انا نجم الاسبوع ما شاء الله في هذا الاسبوع. انا نجم الاسبوع. انا اللهم لك الحمد مني وفضله وكرمه وجوده واحسانه مني علي وكنت نجم الاسبوع. تستاهل. والأعلى نقاطا تستاهل الطيب. والأعلى مبيعا والحصانة وسفير الوقف وكل الناس سفراء. يا رجال تراك مثل أسوأ اسمه. اللهم لك الحمد على على من دعا. تستاهل بس ممكن كلمة. خلني استرجع. الحمد لله على من دعا. أنا أقول اللهم لك الحمد وش خي لخبط. شكرا لمن دعا. خرج عليه تصميم قوي. شكرا لمن دعا. بلا بلا لمن دعا. شكرا للأهل. بسم الله والصلاة. اللهم لك الحمد. الحمد لله وفضله وكرمه وجوده ومنه وإحسانه أن جعلني سفيرا لهذا الوقف في هذا الأسبوع وجعلني نجم الأسبوع وكنت الأعلى نقاطا والأعلى مبيعا والحصانة والدرع الذهبي. اللهم لك الحمد على 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 وجود الأهل. اللهم لك الحمد على وجود مثل هؤلاء الجمهور. شكرا لهم. شكرا لأهل بالمقام الأول. شكرا لكم وأهنئ وأبارك لنفسي لوجود مثل هؤلاء الجمهور. وش تكافئ نفسك؟ أهنئ نفسي. وش تكافئ طيب؟ كافأتني الإدارة. لا انت كذا انا كذا نفسي اني بنجز انجاز جديد. عادي وساره مداخلتي اقولها كنت بروح حولت عقد التصفيق. عادي اقول مداخلتي. تفضل. شفت طعم رسامه انت اول شيء والله انك تستاهل. وان شاء الله عسى الله يزيدك. الله يجعلني في دوجك. عسى الله يزيدك. لكن اسمع تراك مثل يا طعم رسامه الغني اللي يتكلم عند الفقراء عن الاكل ولا ياكل قدام. انا بروح انا والله تبسط. اعطيهم نقاط. تبسط احنا تبسط قبل انت مستحيل. لا لا والله اني معكم والله اني معكم. انا ابو جابر فهد وقيس. اي والله. عبد المحسن والله ولا نادر ما شاء الله. هذه معلم اياها واحد من عيالي. يوسف. لك الله يا ابو جابر بسم الله عليك. انا بروح اعاقب نفسي. لك الله. اي والله. خلف الباب. انا بروح صالح بروح اعاقب نفسي. عزيز خلف الباب. ما خليت له حصان ولا فانتي ولا